طبعا منطقة سوهاج هي منطقة محترمة الأطراف، ويعني فيها قد ما يعني ما فيها بيبذل جهد بكون طبعا الناتج قليل جدا، والبلدية يعني لا تألو جهد في هذا الموضوع، بتحاول رصف الموضوع هذا. طبعا بيتطلب وقتيش الدول المانحة بتمنحنا اللي هو الناحية المالية لرصف هذه الطرق. والله احنا يعني مثلا فصل الشتاء بالذات بتكون مياه الأمطار يعني بتأثر على الحركة في منطقة الزوايد، خاصة في مناطق اللي هي بتكون غير مرصوفة وبتكون يعني مستنقع للمياه وما فيش تسريب للمياه الأمطار. الشوارع اللي عندنا شوارع سيئة جدا، في مناطق كثيرة جدا في داخل قرية الزوايدة مش يعني لا لا وصلها بلاط ولا وصلها اسفلتات ولا وصلها أي حاجة. في مناطق عندنا في بسموها منطقة القرآن فوق فيش فيها مية في الصيف، يعني المية نادر لما توصلها بالصيف، فهذا وضع يعني الناس هذول الله يعينهم. أول حاجة منطقة أبو سماح المنطقة الغربية في عندنا ملاعب، في صارت الملاعب عندنا ملعبين مش ملعب واحد، صار من ضمنهم ملعب مكب عشوائي ومكب للنفايات لبريدة الزوايدة. احنا بالنسبة لنا انا كمواطن عايش يعني في قطاع غزة بعاني من مشاكل كثيرة. اول حاجة بالنسبة للبلدية في اهمال كثير، انا في الشارع هذا عايشة في اهمال كثير، يعني بتلاقي القمامة بتضلها متراكمة على الباب ليوم يومين لما يشلوها. طب احيانا بيقولوا لك ما ترميش الزبالة بالليل من خوف ان يجي الكلاب او اشي والبسس ينهشوا فيها، فبتيجي بترميها لهم الصبح، طب ما بتشوفيهم بعدوا بيتركوها بتضل يوم يومين لما يرجعوا يقطوها. فاحيانا والله بضطر اقف انا لهم اقول لهم خذوا الزباله الله يعزكم. بس بدنا حل لمشاكلنا، كل هذا تطلب انه فيش ايش مصاري ولا تطوير منطقتنا اللي قله التطوير فيها، برضو زي هيك عامل مادي، المادي ضغط على كل قطاع غزه من الشغله هذه. وبنطالب احنا كمان لترفيه الاطفال القريب عندنا، فيش ايش منتزه للاطفال يعني يلعبوا فيه ولا حديقه. يعني مشكور ابو انيس ان رئيس النادي الزوايده جت جمعيه وسوت لنا هان منتزه بيطلعوا البنات والصغار بيلعبوا فيه بس صغير. Thank you.